السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة محسن إلكترو. درسنا لهذا اليوم وهو حل مشاكل لعبة برو إيفوليسيون 2018 كمشكل الشاشة السوداء في اللعبة التي تكون داخل الملتيمان، وكذلك مشكل اللغة العربية في أغلب النسخ التي تكون خارج الملتيمان التي نقوم بتثبيتها بواسطة ملفات بيكاجي وتكون خارج الملتيمان. الطريقة التي سوف نشرحها اليوم قد تطرقنا لها في الدرس السابق في سلسلة بلاي ستيشن، وربما الدرس الثالث سوف ننظر. نعم الدرس الثالث. الطريقة هي كالآتية، لكن اليوم سوف أضع لكم ملفات تحميل اللعبة وهي 10 ملفات، كل ملف عليه مساحة تقريبا 1 جيجا بايت إلا الملف الأخير. روابط اللعبة سوف تجدونها في الموضوع أسفل الفيديو. أولا سوف نحتاج إلى USB تكون مساحتها أكبر من 10 جيجا، و10 جيجا تقريبا اللعبة فيها 9 جيجا تقريبا، تكون مفرمطة على فاض 32. سوف نقوم بمفرمطة USB على فاض 32. بعد فرمطة USB نقوم بفك الضغط على الملفات العشرة الخاصة باللعبة. سوف أقوم بتسريع الفيديو إلى حين فك الضغط عن الملفات. بعد فك الضغط سوف ينتج عنا هذا الملف، نقوم بفتحه. نقوم أولا بفتح USB، هما يوجد داخلها ملفين، الملفين هذا هما المهمين الخاصين باللعبة، هذين الملفين. يمكنك وضع الملف كامل أو الملفين كما تريد. أنا سوف أضع الملف كامل في USB. الآن سوف الملف تقريبا مساحته 9 جيجا ونصف. سوف أقوم بتسريع الفيديو إلى حين انتهاء من نسخ الملف داخل USB. ها هو الملف، لقد قمنا بنسخه داخل الملفين المهمين. الآن سوف أقوم بإخراج USB من الحاسوب ونتوجه إلى جهاز البلاي ستيشن. بعد وضع USB داخل جهاز البلاي ستيشن نقوم ونتوجه إلى الألعاب. سوف أقوم بمسح اللعبة، أنا أتوفر عليها مسبقا. هيا نضغط على الزر مثلث ستريمي وي، قمنا بحذف اللعبة. اللعبة لقد قمت بإضافة عليها اسم اللعبة برو إيفوليسيون 2020 والصورة لبرو إيفوليسيون 2020. الآن كما ترون فجهازي لم يعد يتوفر على برو إيفوليسيون 2020 كما ترون. نقوم بالدخول إلى برنامج الملتيمان. يجب أن يكون عندك برنامج الملتيمان. فالملتيمان الآن نقوم بتثبيته في جميع النسخ. نقوم بالدخول. بعد الدخول إلى برنامج الملتيمان
نتوجه إلى اليسار، ثم نختار هذا الخيار في الميناج، نقوم بالدخول إليه، ثم نختار PS3 Root خيار في الأعلى، نقوم بفتح الملف خاص باليو اس بي كما ترون. هذا هو الملف اليو اس بي، ها هو الملف الذي وضعناه داخل اليو اس بي، نقوم بفتحه. ها هما الملفين المهمين، هذين الملفين كما ترون. ثم نذهب الى PS Root ونفتح الهارد ديسك الداخلي للبلاي ستيشن، هو HDD0 كما ترون، هو هذا الهارد ديسك الداخلي لجهاز البلاي ستيشن، نقوم بفتحه. ثم ندخل على ملف او مجلد جيم كما ترون. بعد فتح مجلد جيم نذهب ونقوم بنسخ الملفين كما ترون في الصورة، نقوم بنسخ هذه الملفين، نضغط XX علينا اثنين، ثم الزر دائرة، ثم كوبي، ثم نأتي إلى هنا، ثم نعمل باست ونقوم بنسخ الملفين الخاصين باللعبة، ثم ننتظر إلى حين نسخ الملفين. سوف أقوم بتسريع الفيديو. الآن اكتمل نسخ الملفين، نقوم بإغلاق هاتين النافذتين، وهنا ثم نذهب إلى جيم، ثم نسجل الخروج من الميتيمان. كما ترون اللعبة ما زالت لم تظهر معنا، لكي تظهر معنا اللعبة يجب علينا أن نعيد ترتيب ملفات البلاي ستيشن. نقوم بإغلاق جهاز بلاي ستيشن ونتوجه إلى مود ريكوفري. الآن بعد إطفاء الجهاز نقوم بالضغط على زر الباور ونستمر في الضغط عليه إلى أن يشتغل الجهاز ثم ينطفئ مرة أخرى. نظل مستمرين بالضغط. هنا طفأ الجهاز مرة أخرى، نقوم بالضغط عليه. إلى أن نسمع رنتين، هاي الرنة الأولى، رنتين، ثم نقوم برفع الإصبع الخاص بنا. هاي الجهاز لقد دخل. هو الجهاز لقد تم الدخول الى مود ريكوفري. نقوم بادخال يد التحكم، كما ترون، ومن ثم نختار الخيار الرابع. الان نتوجه لاختيار الخيار الرابع، إعادة ترتيب قاعدة البيانات، نقوم بالدخول إليه ثم وي. ثم الجهاز سوف يعيد تشغيل نفسه، وإعادة الصورة هنا، إعادة ترتيب قاعدة البيانات، أوكي، وننتظر.
الآن كما ترون ها هي اللعبة لقد ظهرت برو ايفوليسيو 2020، وكذلك الصورة مدموجة في اللعبة والاسم الخاص بتحويلها إلى 2020. نقوم بتسجيل الدخول إلى اللعبة. هنا نسيت أن أقوم بمسح الباتش، قمت بمسح اللعبة ونسيت مسح الباتش، ولكن المهم هو أن اللعبة قد تم تثبيتها. نسيت مسح الباتش وإعدادات اللعبة كذلك. انظروا اللعبة تتوفر على اللغة العربية وهي خارج الملتيمان لتفادي مشكلة الشاشة السوداء. قمت بخفض الموسيقى التي في اللعبة للحقوق. الآن سوف نتوجه إلى إعدادة اللعبة. إعدادات اللغة، لغة اللعبة كما ترون هذه اللغة العربية متوفرة، والآن لغة التعليق كما ترون اللعبة تتوفر على التعليق عربي. أقوم بتسجيل الخروج من اللعبة. كما ترون لقد قمنا بتثبيت اللعبة خارج الملتيمان وباللغة العربية. سوف تجدون روابط الملفات في الموضوع أسفل الفيديو، وكذلك للأعضاء الذين يريدون تثبيت الباتش سوف تجدونه في آخر الفيديو. الدروس الخاصة بالباتش سولو جيم أو الباتش الآخر. وفي نهاية الدرس اللهم ندعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفعه عنا وعن جميع المسلمين. وإلى هنا ينتهي الدرس، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.